السلام عليكم ورحمة الله. هلا هلا في حلقة جديدة من فاكتوريو. طبعا احنا تطورنا وايد وسوينا وايد ريسيرش وسوينا وايد امور طورناها، لكن بورتبل فيوجن رياكتر والله يبغاله ترتيب. بس الحين بنركز هالحلقة على شو؟ على العدة الشخصية. انا الحين ابغى اطور، انا شو اشيل معايا، انا شو اسوي، اسوي ريسيرش على هذا. فاللي بشله معي اهم شيء عندنا الحين شيء ما استعملناه الحين اللي هو الارمر. ما حصلنا اعداء، وهذا حطيت الاعداء له، لكن حس اني مسخته شوي، يعني ما كان خفيف بالدرجه الكافيه. زين يوم تحصلون من هذا هاتوا لي 100 ابا من هذا. انا بسوي الباور ارمر والكتريك انجن يونت. وين كنت انت؟ جانا تحت صح؟ حق واحد من هاي اللحظة كنا ننتج الكتريك. ما شاء الله المكان استوى كبير يا جماعة الخير، ما فلازم الحين انتبه والاتذكر كل حد وين مكانه، وكل حد شو صار معاه، وين الكتريك انجن يونت. مشكلة هذا وحصلنا والاكتريك يونتس ما الانتج زيادة، مو مشكلة. واجهن جاهزين حق باور ارمر. طبعا الباور ارمر محتاج له طاقة بتاري. نحنا طورنا اثنين، انا ما سويت ولا واحد. ف اللي بسويه هذا 200. اوكي عطنا 200. تم هات لي لين حصل 200. فبسوي الام كي 2. انا يبالنا 5 من هايل، يعني نسرق لينات ادفانسد ودنيا وستيل. ستيل عندنا ما نبغى. ليش اسرق هذا انا؟ او نسرق احمر انتاج مش كويس ابدا، مع ان عندنا خط بلاستيك عندك كل شيء. خلنا بتشوف شنو اقصدنا، تفاهم معه. ما ينفع الوضع، ما ينفع. تعال يا صديقي شو ناقص منك انت؟ شكله عنده نقصان في البرونز، بس هذا ما قاعد يتحرك وهذا ما قاعد يتحرك، لكن لازم نحل المشكلة هاي. هاي مشكلة مش مفروض حتى نسكت عليها، يعني هاي مشكلة في الانتاج توقف لك التقدم كله. وين صار صديقنا لكنا؟ ايوه هذا ايوه هذا اللي عدلناه ترتيب. قلنا هذا صديقنا نحطيلنا حفارات حقهم. وين الحفارات؟ معقوله ما عندي حفارات؟ هذه طالب 50، انا ليش ما وصلت لي 50؟ احب كيف اخلي كل الروبوتات يسوي لي شغل كله على فكره. هذا شيء فنان عجيب من الواحد. شوف 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 شلون سمون محلاهم محلاهم، يشلون السمون، يتمشون، يركضون ورا هذا. والله اني مسطر، سامحوني. انت ما اعرف ود هذا مكان صرفه، ما ابغى خلاص تراشت. I don't care. انزين كم عندنا؟ 10 20. بنحاول نوازيهم في العدد على امل نقدر. اللعبة يبالها شوي صبر ترى، يعني في حد يقول لي كذا وكذا وكذا. انا الهدف عندي هني اوتوميشن، اللي هو تخلي كل شيء اوتوماتيك خلاص، ما تتعب راسك انت حق شيء مره، ما تتعب وياك عمرك. هو ينتج، هو يسوي، هو يتعب الجيم، عندك المكاين تسوي. الحين شوف كل ما يقصنا شيء روبوتات تجيب لي. سوري. عندك هذا بينا من وين؟
انت بتجينا من هني، كل واحد بروح بيروح على فكرة. بخلي السبلتر شوف شغله وياهم. خلاص انتوا عرفتوا موضوع السبلتر الحين، مفروض خلاص يعني حفظتوا شغلته. هذا وصار عندنا. اوكي الحين بيصير ويعبي ما الى اخره. اللي بسوي شو، ممكن احطيه انا هني وهي عندنا مرة ثانية على السبلتر، بس ما بيكون شيء عملي وايد. ترى العملي اكثر اني انا اشيل هايل انزين واحط لي سبلتر ثاني. اوكي واجيب هذا هني. اوكي ونشيل انتاج صديقنا اللي راح ينتجه. انا نسيت شيء اسف. انا مسوي الخط حقه بعد حق الامتداد عقبه. انا كنت بحط سبلتر بالعكس. لحظه خلينا نشيل هذا بعد ضربه، يمكن عقب اني بخط ثاني هنا امتداد شيء ما نعرف يعني. ايوه كنت بحط سبلتر هني ونسوي الحركة السحرية. طبعا في غير الحركة اصلا. زين خلني بقى السبلتر. تعال خلاص انتو حفظتوها حركة الدائري هاي صح؟ على الأساس نوزع الانتاج مال الاثنين قدر الامكان. توزع ما بيتوزع كامل يعني، بس ممكن نوزع زيادة اذا تبون، بس بيكون فوق الاحتياج. فانا احس ارمحوا الانتاج مكان ثاني ف ما عندي مشكلة. خلي انتج صوب ثاني بعد. اما انتو تعالوا لحظة. تعال وممكن حتى اسوي، لا ما عندي فحم. كان ممكن لو عندي فحم وايد اشيل فحم وعق داخله يذوبون بعد في الدرب. خلنا عق هاي الداخل والخط مالنا اني بوين هناك رتبنا المكان الحين توه. شفتوا هذا المكان اللي راح يروح له. تعال الى هناك. مشكلة عندي شوي عرقلات تصير هنا، مو مشكلة. شوي خبصة مطر مو مشكلة يعني، شوي مش وايد. او يعدل الانتاج على الاقل اللي تحت هنا. انا ممكن حتى اللي افضل من هذا الواحد شو يسوي، ممكن اطلع هني سبلتر ولا اخلي هذا اصلا كامل اندر جراوند واسوي سبلت بين هذا اللي هو شوفوا هذا. اوكي وبين منو بين الثاني بعد يكون احسن. هذا الاثنين هذا بعد راح يكون سبلت افضل يعني. توزيع الانتاج هذا شيء ممتاز. جربوا التوزيع بالطريقة هاي على اساس توصل كمية يعني من المناسبة معظم الوقت. زين نسيت موضوع الاساسي لها. لحظة خلينا نقلع الشغلة اللي هني. شو ناقصنا؟ خلينا نسوي ناقصنا جير. انا عند المتر كله عندي هني تحت. انا طالب جيرز. اوكي جيرز هذا ما ينفع. نبا 300 نقول خلي في الشنطة حاليا. اوكي شو ناقصني ما عاد الجير. خلنا ناخذ حديد واسوي جير برايهم.
ما احس انهم شوفوا الجير عندهم وين سايرين، مساطيل والله. اظن صاروا يترشون على فكره. فعلا صاروا يترشون تنه، ما اعرف شو السالفة، لكن اتصور انهم يترشون. نحن كم واحد الحين عندنا في الدرب؟ 1 2 3 نبى 5. نحن نبى 5. كم بتري عندي؟ لا البتري يكفي. اوكي البتري اللي عندي يكفي. زين ناقصني الكترونيك. اظني هذاك مو قاعد ينتج، صديقنا مو قاعد ينتج. وين صار؟ هل قاعد ينتج ولا مو قاعد ينتج؟ طالب منكم من متى انا هذا؟ ما عنده، ناقصنا غاز اتصور. تصدقون؟ اي كنا ناقصنا غاز، وايد ناقصنا غاز. نحن عندنا شوفوا المدير الارمند يقولنا رايت كليك، هاي شيل وايد ما شاء الله، وايد يشل. انزين لين هذا يجهز انا بجهز الشيء ثاني، البطاريات. بطاريات راح يبالي بنفسجي، فشو بسوي؟ هاي عنده مونتاج ما شاء الله شغال. اقول انتج، اقول عن الفلسفه، اقول انتج ريكوستر تشست عندي يطرب بطاريات بعد. زين انا ما عندي لان بطاريات الحينه يضرش حق ريكوستر شيء، بعدين بنعدلها مو مشكله. بسوي بتاري، البتري بروحه يبالي وايد بتاريس. بتاريس خلنا نشوف شو البتاريهم. سرقت 200 بطارية. اسرق الامور طيبة مع كل الانتاج الستيل عندي وحطيه في صناديق ستيل ودنيا. وبعد الروبوتات مالي تفشل انها تجيب شو ستيل حقي. ليش؟ شوفوا خط الستيل هذا بروح يكفي اتصور. ليش ابو ستيل حق بطارية؟ سؤال. يعني بطارية ما يبغى لها ستيل، يعني وايد عليها ستيل والله. نبى بطاريتين. شوفوا نفتح الموديل ارمر مالنا. من يجهزون هاي شو بسوي؟ بعطيهم. بس في شغلة ثانية لازم نسويها ترى على فكرة. خلني بسولار بانلز بنسوي لازم، اللي هو بيرسونال شو بورتبل سولار بانل بنسوي لازم. ترى الحين بنحط البطاريات داخل، لكن شو بيشرج البطارية؟ ما في شيء يشرجها، ما عاد شو ان نسوي لهم سولار بانل. كنت حاط ان اكوميليترز هني سولار بانل هذه لهن. باخذ لي 50، برجع 5 حكم وبان حق ليست عندي ستوك. ونسوي وراهم شو ادفانس بروسيسر. كم بروسيسر يباله؟ واحد. ستيل كم يباله؟ بعد وش الستيل ها غياض، ما عندي ستيل. ما احس اني احتاج 12 صراحة، ما احس انا في الحاجة ل 12، ما احس. بس 3 بطاريات ببدأ فيهن، بنبدأ في شو هذا جاهز خلاص. بسوي لنا واحد هذا، بسوي 10 سولار بانل. الحين يمكن وايد شغلات نزودها حتى البيرسونال. خلينا نحط هذا اكسكلور مالهم بيرسونال ليزر ديفنس، يبغى له ليزر تورت. ليزر تورت يبغى له بتاري. بسوي مصنع سلاح الحين قريب التريون تو. بس الحين معدات شخصيه عقب مصنع اسلحه، يمكن الامتدادات اللي عقبها شو يستوي. نبدا نحط منو. شوف الحين قبل تستعمل السبيد مودلز بعد وانتجهم. والاصفر انتجنا. خلينا نسوي ريسيرش، خلينا نقولكم شو نبغى. follower robot count 1 increase number of combat robots that can follow you at the same time. كم واحد بيستون؟ 4. اربوتات الصغار احنا ما سويناهم، ما سوينا لان اكرهها انا هاي اللي موت 15 ثانية. شوفون
اللي هن هاي، شوفوا الرينج، شوفوا روبوت لايف تايم 45 سكندز. ليش ما يستوي عندي دائما روبوت يتمشى وياي؟ المفروض الصراحة كاركتر لوجيستيك سلوتس، ما احتاج سلوتس حاليا، محتاج شنطة اذا تكبر زين. productivity مودر الحين ما بنستعمله. discharge defense inserted into armor damage nearby enemies، والله حلو هذا بعد defense حق هذا، بس بعد ما احس اني احتاجه. انا محتاج اللوجيستكس مالي يستوون اقوى، يعني هذا السبيد احس يستاهل نوعا ما استثمر فيه، مش 100%. انزين عندنا من سامان الجهاز، شوفوا تكبر بطارية، شل اميت هذا مجول، هاي كم تنتج؟ 10 كيلو وات. انا اتصور انه بنحتاج 2 سولر على الاقل على البطارية بصراحة، لان في ما بيكفي، لان الاوليات 20 ميجا جول مجول، يبالها كالكوليشن والله. نسوي لنا سويت، لا مش 5 1 باور انرجي سيل، طبعا كله بيقعد داخل منو الارمر هذا. الارمر هذا شيء قوي على فكره، مش شيء عادي، يعني يشل وايد سامان، وايد وايد. ما يشل سولار بانل وخلاص، لا ما يشل، لازم بيرسونال. واي شيء بيرسونال في العاده نحصل هنا ترو داون كبسول، ما انا مخربطان خربطان. هذا فنان كومبات شوت جان، احلى سلاح عندي انا ها. مباف الامر هذا، وين صار الرشاش هذا؟ سب ماشين جان، احلى لاند ماين. هذا الامو ما له عله، شوفوا لازم بترول. الفايق لكم قاعد اسوي لكم شو اسمه، والله يبغى له فياق على فكره. انتو شفتوه صح؟ اتصور اني رويتكم يعني سويته ويتكملت له من مصنع بترول هني، سويت وبديت انتج بلاستيك وبطاريات من هني، وقام يروح لهني البطاريات وكل شيء. بس احس بعد لان بترول واحد، لان نقطة البترول وحدة بس، ما خلينا مدلة نقطتين دامكم معايا لين السامان يجهز، بن مدري شو بن بين 3 بترول. البايب خلنا شلنا، ها 3 ولا تزال 3 بعد وايد اوفر ريتد، اسوي 3 is too much بصراحة، ان شاء الله ما تسوي 3. خلي يبوا لي السمان اللي يبوا الروبوتات، شي مريح بس احس انه انتاج في شي غلط، ما كفل انتاج الروبوتات عندي تحت تقريبا. انزين نحن ليش نسوي هذا الشي هذا اللي هو بيرتنال روبوت بورت، هذا نسويه نحن لأن هذا اللي يشل الروبوتات ويانا، يعني نحن من نسوي البيرسونال روبوت ويستوي كنا عندنا هذا، شوفوا ونحن نتحرك في مساحة. برويكم من أول ما يجهز، برويكم إياه. أيوة هذا هو يا أبو ليه، تقولوا وين رايح؟ أنا برويكم، جاي للبترول، جاي وجاي، ما يتحرك جدا. لا وزي شو جهز عندنا بتري الثالث جهاز هني، أروم الحين روبوتات عندي اللي شال لهم، يعني مثلا اوكي بخبركم الحين بس دقيقة، خلونا اركب كل شيء في الارمر. هالبطاريات حق السيستم، هذه السولار بانلز اللي خلنا نحطيهم جنب البطاريات دام منهم سولار، هاي السولر اللي على اساس اني بتشرج فيه هنا البطاريات مالي. زين وعندنا الباور ارمر، هاي كيف نستعملها؟
من يجهز الحين بتشوفونه. هالشنطة الباك باك مالكم هي اللي تشيل شو السامان. هالسامان واللي يحميكم الليزر باور شيلد اللي تشوفونه كله من وراها. بطاريات كيف وضعها؟ في شمس ترسي. شوفوا شكله ما يبين انه شال شيء ترى. على فكرة تحسون عادي يعني كول وهذا ومش هام منه. اوه هذا ياخذ مكان والله. بيرسونال ليزر هيطلق ليزر على الاعداء يعني. هذا في كهرباء فيهم كهرباء امورهم طيبة. هذا كم ينتج كيلو وات؟ ريتشارج ريت وات. يبالي سولار زيادة احس. ولا في بيرسونال رياكتر فيوجن اظن يروم يسوي له فيول في شو اسمه في النيوكلير. انزين احب اخبركم شي يسوي. بس نحطي هذا باور ارمر عندنا يستوي ديفنس. شوفوا هذا بعد خطوط دفاع اولية. انزين الحين الاول شوفوا وين اقول لكم مثلا. شوفوا انا استوى عندي بيرسونال روبو بورت مثلا. اذا بقولهم يشلون شي يشلونه ويردون الشنطة. انا عندي 50 بس اظني البطاريات اللي عندي مفروض ما رمو يشرتهم كلهم. بس ما رمو يحطهم هنا افكر لازم في الشنطة. فاذا حد بيسأل ترى لازم في الشنطة مش هني. بس ما اعرف سالفتهم. بس شو الفايدة منهم مثلا حطي بيب شفت كلك شوفوا يشلونه من شنطتي ويودونه خلاص. ما تعب عمري ما اسوي شيء. مثلا بشل هايل اوكي باي. وممكن اسوي سيستم تراش الخشب اللي يجمعونه يودونه الزبالة. يعني ممكن الروبوتات هاي تسوي لي فل مانجمنت على اللي انا ابغاه. مثلا هذا ما بخرب على البترول. هذا يمكن عقب استعمله لان ثلاثة اصلا وايد على شو اسمه. ثلاثة وايد على لحظة. زين هل البترول هذا بنوصله هناك؟ شو بندفع في الريفاينري؟ بس مية مية. شوف ممكن اوصل الريفاينري الثاني اذا بغيت في نفس البيبات بعد. بس ما اتصور بيحتاج لان اظني كمية البترول تزيد الحينة. لا بسوي ريفاينر ثاني ما بخلي ريفاينر واحد. لا عيل ورقع في كلامه بقى. خلنا نسوي ريفاينر ثاني لشكله ما يطمن بخير. هذا مش كويس ابدا. والشكل اصلا حتى اللي فوق بفصلهم. شو بسوي بهم؟ بسوي حق كل واحد شو اسمه بروحه ريفاينري بروحه. لانه ما ريفاينري مالي سطلت وايد شغلات لازم حقها كتر انا. هذا هو يا الله التسطيل. فترى لعب اللعبة هاي ما العب غيرها تراني. بس سبام فاكتوريو 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 فاكتوريو. حتى الشباب مساكين ما لعب وياهم لول ما لعب شيء. بس ادمان مستوي اللعبة هاي. مستوي عندي انا ادمان. هذي بنوصله هني اتصور انه شو اسمه هني الغاز. هي هني الغاز اوكي. لو كنت مغلط كان يبالي شوي شغل. عندنا نوصل البترول دايركت. لا تقولون بعد
وبعدين وبعدين على طول أساس نعرف كل شيء من وين رايح كل شيء من وين راح. نزل البيب الثاني وين هني. شوفوا اللي أوت هذا وايد حلو يعني الحين التمديد هذا. أنا أنصحكم تجربون إذا أنكم تلعبون الجيم يعني لأن تمديده وايد سهل. والحين إحنا نزيد الإنتاج داخل تناكي حق المصانع اللي هناك. الليأوت هذا وايد حلو وايد سهل ان نحن نضيف على التناكي شيء. ممكن نضيف ريفاينري من فوق نسوي وصلات على وصلات يعني وايد امور تفرق وايد. الحين بدأ بيعبي التانك يعني هذا ينتج من صوب في نفس التناكي والتناكي نفسها ممكن نطلع منها فروع مشاريع هني. ممكن اجيب ريفاينري ثاني هني على فكرة دايركت هني ريفاينري واطلع بيب مهني واختصره. تبون نسويها اسوي عقب تشوف الانتاج الحين كيف. المفروض الانتاج الحين وايد احسن. هم شو ناقصنهم؟ ناقصنهم مواد خام. الحين مواد خام مفروض ما تنقصهم خلاص مفروض عندهم كل شيء. كلها حق البطارية على فكرة اساس ما توقف البطارية. الغاز وايد مستهلك عندي. الكترستي ليش اصفر؟ خسئت. وين سولار سيستم ولا؟ قال شو؟ قال الكترستي اصفر. تعالوا خلنا نحط السيستم. خلاص ببني على هاي العفو كرتي بسحب عليها ما. اذا باي شي بيبن بعيد. مو بفايق. عكس خفتم. اوكي كل شي بيتوصل بروحه حلو. هم افكر بعدي. فهذا البيرسونال روبوبورت ترويتكم انه كيف يشتغل من ساعة يوم شليت هالشير. شفتوا انتو شوفوا يوم تطلعون عندك بورت مالك بروحك خلاص. your own logistics والخمسين هاي اللي تمون عندك شير يبولك اللي تباه من تخطف تبا تشل شير مش عايب انك يبولك كيف الشنطة تبا اوتو تراش. انا طبعا اللي ابا اوتو تراش اكيد شير خشب ما با. بس الوود يستوي يحطي في الوتو تراش يستوي يحطي دايركت. اوكي دايركت ما بحط شيء خله كله خلي لي هذا امية اللي هني يعني يحافظ على امية. ممكن اسوي الصفر يشيل كل شيء عندي. خشب ما يخلي عندي خير شر. وانا ما بخشب اصلا ما باه الخشب. شو بفي الحلو انه نحن نسوي ستورج بعد حق كل حد. شوفوا هذا البيرسونال روبورت ممكن تزودونه تزويد وايد وترتونه وتحطوا له سولار تحطوا له وايد امور. انتوا شوفوا اموركم اذا شو تحتاجون بالضبط. طبعا في امور ثانيه ان شاء الله بعد في المستقبل بسويها بنجربها وهاي الامور. هاي كان بالنسبه للحلقه الروبوتات الشخصيه. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده قادمه. ومتعامل فاكتوريو.